ونبي نعلق عليها مع رواد البرنامج. هذه صوره لماريو بالوتيلي شايل دوري ابطال اوروبا لانه يرد على زلاتان ابراهيموفيتش. تصريح زلاتان ابراهيموفيتش كان عندما تتاح فرصه لطفل لكي يحول موهبته ويستغلها لا يغتنم الفرصه واضاعها. يعني قال انه حصل على اكثر من فرصه ولكن ضيعها. بالوتيلي رده واضح ان بالوتيلي حقق دوري ابطال اوروبا في المقابل ابراهيموفيتش ما حقق دوري الابطال. باخذ تعليقكم ابو عبد الله، شنو تعليقك على رد بالوتيلي؟ والله شوف، اول شيء تصريح ابراهيموفيتش صحيح، وايضا رد بالوتيلي صحيح. بس رده قاسي. رده قاسي مو قاسي، الاثنينهم كل واحد كلامه صح. الاول يتكلم عن بالوتيلي انه حصل على جائزة الفتى الذهبي بعد اليورو 2012 وكان مع منتخب إيطاليا، وراح يعني أندية كبيرة لعب معاها، ليفربول، أنتر، السيتي، الميلان، لكن من بعدها تراجع مستوى. يعني كانوا متوقعين أن هذا قنبلة صحيح، هذا راح يفجر العالم. نعم. يعني شلون مبابي ما مبابي، هذا كان مشروع نجم ومشروع موهبة كبيرة، لكن انصدمنا أن كلام إبراهيموفيتش صحيح لما تشوفه وين الأندية اللي كان فيها وين الأندية الثانية، بعدين قام يروح أندية فرنسية تركية. نعم. فتراجع واختفى تماما من كرة القدم. لما تيجي حق رده صحيح. يعني أنا أذكر بالوتيلي لا تمريرة حاسمة كانت مع السيتي، ما انساها، وحيدة اللي فازوا في الدوري بعد 45 سنة أكويرو. نعم. أكويرو هذه الأسس هذا ما أنسى أنا. نعم. يعني من ضمن اللي أذكره لما تيت كلامه على إبراهيموفيتش، إبراهيموفيتش يعني لأنه 24 سنة ما حقق الأبطال، ولما طلع من الأنتر في 2009 وراح برشلونة، الموسم اللي كان فيه إبراهيموفيتش في برشلونة فاز الأنتر بالثلاثية من ضمنها الأبطال اللي فازوا، فهذا ما يقصده واللي موجودة فيها بالوتيلي. إيه فيقصد أنك أنت قاعد تطنز عليه هذا، يعني تقلل مني أنا محقق الأبطال. بس المشكلة بالوتيلي يعني مو مثل مساهمة شنايدر، مو مثل مساهمة. أنا قاعد أقول لك هو تحسب له أنك مع الأنتر الصورة موجودة. زين إبراهيموفيتش يعني ريال مو مقصر. إبراهيموفيتش 24 سنة ما يقول لك يلا حط لي صورة، ما عنده إنجاز يعني على المستوى. فهذه حقيقة، هذه حقيقة احنا راح نتطرق لها. انت لما ذكرت انت راح تدخلنا في موضوع ثاني لما تقول هالاند في النرويج واكثر من ليفا في هولندا ليش ما يحققون بطولات؟ لانه ما عنده العناصر اللي تساعده مثل ما يكون في الاندية. نعم. لما يكون بالباير ولا هذا لما يكون في برشلونة او السيتي، فهذه تفرق يعني مثال. فهو الرد هذا كلام صحيح، هذا صح، اضاع موهبته، هذا عقلية. نعم. هذا اللاعب انا شبهه نفس مارسيال اللي في مانشستر يونايتد، مانشستر وراشفورد عندهم موهبه ولكن يحتاجون الى طبيب نفسي. نعم. سهيل، يعني ابو عبد الله رده واضح، وبالوتيلي رده بعد واضح، إبراهيموفيتش ما حقق دوري الابطال في مسيرته. نعم. ولكن هذا اكيد شيء ما يقلل منه كاسطوره في كره القدم. شوف، هو يبقى اسطوره ببلده، أسطورة على مستوى السويد. نعم. ولكن لا يعتبر أسطورة مطلقة. سويد كلها أداء. خي عرف أنا هذا رأيي فيه. ليش؟ أنا اليوم كنت دائما أقول ليش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليش الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يجري ترشيح نفس ما ذكر دي بروين أمس 100%. ليش لا يجري ترشيح إبراهيموفيتش؟ ترى ولا مرة ترشح إبراهيموفيتش للفوز بالكرة الذهبية، مع أنه كان عم بقدم مواسم رائعة جدا مع الإنتر، مع يوفي، مع ميلان، مع كل الأندية اللي لعب فيها. حتى لما لعب مع مانشستر يونايتد تمكن من الفوز بثلاث بطولات، يعني فعلا لانه يمكن هو عنده نوعا ما يمكن يعني ليفا مع البايرن. نعم. ايش كثر بطولات، ايش كثر اهداف. صح. بس يعني هلا يعني انا يعني قصد اقول انه إبراهيموفيتش مظلوم ب خلينا نقول بمكان ما، ومش مظلوم بمكان ما، انا مظلوم بلاقيه لانه ولا مره ترشح، كان يعني يسجل اهداف رائعه جدا. نعم. اما على مستوى المنتخب، لما تروح منتخب السويد، كمان منتخب السويد منتخب خلينا نقول مجتهد، ولكن منه من المنتخبات يعني الاولى. نعم. منه يعني من المنتخب الاول، وبالتالي يعني ما راح اقول لك انه مظلوم كان ولا لا. يعني اليوم لما تروح انت على جورج ويا. نعم. جورج ويا ليبيري. ليبيري. هل ليبيري تأهلت على كأس العالم؟ لا. لا. هل فزت بكأس أفريقيا؟ لا. ابنه ويا لما خلي أمريكا عم يلعب على منتخب أمريكا، بالتأكيد أنه
انه اكيد الوالد قال له خليك بامريكا معك جنسية تقدر تلعب بكاس العالم، لانه انا خيي قد كان عندي، انا اخذت كره ذهبيه بال95 جورج ويا اخذ مركز اول امام يورغن كلينسمان، كانت وقتها فرانس فوتبول المجله اول سنه بتقول انه ممكن لاي لاعب ما ضروري يكون اوروبي ولكن ان ينصت في اوروبا ان يفوز بالكره الذهبيه، واخذ الاسبقيه واخذ الاسبقيه على على على, على كلينسمان. فاكيد يعني اليوم لما انت بتشارك بمنتخب يتاهل الى بطوله كاس العالم غير ما تشارك مع مثلا مع منتخب السويد اللي مش قادر ينافس على البطولات. صح انه وصل على نهائي كاس العالم بالعام 1958 على ارضه وخسر امام البرازيل 2-5، صحيح انه وصل الى دور نص نهائي باليورو 92 على ارضه، ولكن لم يتمكن منتخب السويد من لعب الادوار الاولى دائما. هلا بالنسبه ل الحوار اللي صار ما بين ابراهيموفيتش وهذول اثنيناتهم، بس الرد حلو، الرد بس طبعا طبعا رائع ولا تكلم بس مسوي له منشن حط نعم شوف 100% اليوم الاثنين مجانين على مستوى كره القدم. نحن بنعرف انه بيروحوا خلينا نقول يعني بتجاوزوا خلينا نقول حدود يمكن الطاعات العادله هذا. وبالنسبه ل بالوتيلي، انا بالوتيلي في جرح كثير عميق انا عامل لي بنص نهائي كاس اوروبا 2012 عندما كانت المانيا مرشحه للفوز على ايطاليا، ولكن سجل هدفين، الهدف الاول تسديده قويه على مانيونير والثاني من تمريره لكاسانو على راسه لبالوتيلي 2-1، كانت مباراه صراحه الى اليوم بتذكرها. ولكن بالوتيلي ما كان رجال الا بالمباراه هيدي، بعدين يعني كلهم بيكونوا نايمين بورتو لحسالك شغله بورتو البرتغالي مش فايز شيء بحياته، 87 لعب نهائي دوري الابطال مع بايرن فاز باول لقب، تشيلسي له بتاريخه مش فايز باوروبا، تشامبيونز لعب ضد بايرن ميونخ 2012 اخذ يعني ما معقول، استون فيلا ولا مره اخذ دوري الابطال، اجى ضد بايرن وربح البطوله، شيء غريب شيء غريب.